سيف على الراس. لا 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 والله انك انا ابغى اشتري ورب المصحف. او ماي جاد. يا بعد يا بعد يا بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم جميعا. اليوم فيديو مختلف كليا. قبل لا نبدأ الفيديو، شكرا لك لأنك تابعني يا عسل، وشكرا لأنك وصلتني هذه المرحلة أني أسوي زي هذا الفيديو. الفيديو هذا فيه كمية مشاعر غير طبيعية صراحة، حتى أنا أستحي، أنا مستحي من الكاميرا، مستحي منكم أنتم والله. فشكرا لكم، شكرا لكل واحد اشترك من بداية مسيرة اليوتيوب إلى اليوم. هذا الفيديو يا جماعة فكرة أنا راح نهدي اليوتيوبرز أشياء هم مرة يحبونها وبنفاجئهم فيها. فاللي اختار اليوم أربع يوتيوبر ويحبون الأنمي مرة، شكرا فارس هو اللي اختار الهدايا، ولاني انا ما اعرف اهدي فقررت استعين بفارس يعطيه العافيه، هو اللي جهز الهدايا هذه واخترنا الشباب في هذه الحلقه واهديهم نيابه عني وعنكم. قبل نروح للفيديو، اللي يفهم فكره الانترو يكتب تحت في التعليقات، راح اسوي سحب $10، راح اسحب 5 اشخاص. افهم في الانترو واكتب تحت في التعليقات. يا جماعه جالسين نجهز شغله الفيديو اليوم. اول ضيف معنا بيكون من الشيخ جلوري، يكون جلوري. طبعا معليش على الظلام يا شباب، هذا عندنا عند البوليفارد، جايبين له شغله بمناسبه ان جلوري احد الناس اللي لهم فضل كبير علي في اليوتيوب. صحيح انا من زمان في اليوتيوب، لكن هو سوى شيء وهو يعرفه، فبمناسبه هذا الشيء حبيت اني اهديه هذا الشيء، شيء بسيط، وان شاء الله انه عاد يقبله، وان شاء الله ان نصور لكم رده فعله مع بعض. خلينا نروح باور فيلا ونشوف الشباب حقين باور مره واحده ونعطي عزوز الهديه. حياكم الله الشباب المنظمين اللي هنا، يلا الله وجيهم، تشرفنا بمشافتهم، صاروا يتابعوني. شكله مو زين، اصبر يلا صح صح معكم ايديتر، شيل صوره بدون كاب. الله يسعدك يعطيكم العافيه، شوفكم على خير. شوفوا حقين باور يعرفون يسوون محتوى. قلنا كيف نجيب هديه ونسويها حركه، قلنا بنذبها في وسط الصندوق. شكرا استيسي يعطيكم العافيه، نحطها في وسط الصندوق ونخلي جلوري يطب. خلاص تم، زبنها، انا بثق فيك، زبنها راح. ابى اصرفه، بحاول اسولف معه. ايه بصرف شوف هناك، بروح اسولف معه بعدين تعال. يلا اسمع جلوري، قل انت سويت لي شيء في حياتي وغيرت حياتي؟ ما اتذكر، ما راح اقوله، ما راح اقوله، انا قلت قبل ما اتذكر اقسم بالله. بعد التسجيل اعلمك وشو الهديه. مو ترى بس كذا بنسوي فيك محتوى، بناخذ مشاهدات منك عادي، ما هي مشكله. راح شفت البوث حق السي سي بلاي اللي هناك؟ لا تقول لي طب فيه. نعم انا مسوي لك هديتك. اسمع هديتك هناك، مالي طاب هناك، هديتك هناك لو تموت بنغشش. ما ابغى ما ابغى كله منك، انت قاعد تجيب لي افكار. انا ايه وين دراكولا؟ جيب لنا تحدي هناك في الكورة، شو عند الكورة؟ طب اسمع وريهم وريهم اسمع وريهم اسمع إيه؟ عند الكورة جيب لنا تحدي كورة. عرف لا لا شايف المقاطع. أنا عارفة أنا عارفة والله. اسمع اسمع والله حلوة والله حلوة جوي والله جوي كورة والله جوي. يلا ما ردك امشي. اي والله جوي. اسمع إذا سجلت علي هدف. لا 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 جيب عندي فكرة. ها إذا جابها بالعرضة إي أنت طب. أنا أطب رح، إذا جبتها بالعرضة أنا بطب. يلا وإذا ما جبتها؟ أنت بتطب. لا أنا ماني طاب. الله يخليك تك. أنا أبي أشرب منها. يلا جيبها في العرضة، بنحاول 5 محاولات لين أنا أطب. أركب يوتيوب. لا 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 تعال 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 وين كرة؟ هذه أول محاولة جلوري، بسم الله روح يلا روح. لو جبتها تطب على طول. على طول بروح أركض. والله جبتها. أقسم بالله جات. والله العظيم إنها جات. امشي يا شيخ امشي امشي خلنا نطب. انت ما وديتها انت. يلا 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 تعال يلا يلا مشينا يلا يلا. انا ليش جبت ذا معي وزيها؟ يلا بسم الله. ابى اطب واخذ كفو. هذا اللي يجيب هدايا اختي بكش. يلا اقسم بالله اسمع رجال والله انك ما قصرت. مش عززت ادمي اجود اقسم بالله انك اجود. كفو ادمي رجال يا رب كبير شنف. اخر شيء اخر شيء بالزاويه يمين اخر شيء لحظه. ها سمعت صوت سمعت صوت تحت. اقول والله تبغى تكسر والله اسمع. لا ما عليك ما عليك ترى في صوت صوت هنا 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 وراك وراك. اي والله اي والله كسرتها كسرتها اسالك بالله. لا ما تسويها يا ربي. تعال لا 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 والله ما تسويها. هي هي والله ما تسويها والله ما تسويها يا ابن الذين. ما جاء شيء ان شاء الله. صوره هو يا اخوي. دقيقة انا خايف على الراس. لا 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 جراية جراية يا مجنون. اصبر دقيقة 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 يا الله. هذا كيف افتح هذي؟ انا خايف اكسرها والله خايف اكسرها يا ابن الحلال. الحين وين راسه وين محمد؟ ما ادري والله ما ادري. انا طبيت فوقها يا لا يلا حيا طبقي طبيت فوقها والله. انزل والله لا اكسرها والله. نتربك
والله الحمد لله ما نزلت. طب عزوز ترى والله انا ما اعرف، بس شكرا فارس هو اللي اختارها. اقسم بالله انك اسطوره والله. الراس الراس والله اسطوره. هنا انا دقيقه، انا خايف على الراس وبعدين. الله يسهله، يلا حي المعضل. يلا حيا، شو اخبارك؟ شو مسوي؟ شلونك؟ والله الحمد لله بخير. الله يحييهم. يا هي فخمه. الحين انتم قناه جيت في نص محتوى انا. اي والله يا هي فخمه اقسم بالله. هديه لك. اسمع اول شيء تكفى قل لي انها ما انكسرت. لا ان شاء الله. لاني سمعتها تتكسر. لا 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 والله ما انكسرت. واسف لان الجمارك خذوا ترى الكرتون وخذوا الاشياء. عادي يا رجال والله فدا فدا. خلينا نطلعها خلينا. هذا الناس يجيبون هديه مو فارس. هو فارس يعرف ايش هدية فارس. هو فارس يعرف ايش هدية لك بس. طبعا ترى والله ما ادري الشخصية زوز صدق لا تغلط. لا بس واضح انك انت يعني هذا جراية. هذا اكبر روح. والله انا ما ادري ترى. حط كذا وكذا بس انا ترى دايخ والله. اقسم بالله اني دايخ والله. ليتني مخلي انك تطب والله. لا لا والله كانت تستاهل انك تطب صح؟ والله تستاهل يمين بالله تستاهل والله. والله تستاهل. طب هذا كذا الحين الفالكون. وصلنا عند فالكون. اهلا وسهلا حياكم الله يا اهلا وسهلا. يوتيوب كفو كفو. رايحين الحين ان شاء الله الفالكون. ما شاء الله وش ذا يا عزيز، وش ذا حركات. نروح نشوف بندر وليلي عندهم هنا الجاليري حقهم. مساعد وبندر وبعابد وحلا. نروح لهم ونشوف الشباب هنا. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. طبعا هنا هذا الفالكون ارينا. تبون تذاكر خشوا تحت. تعالوا شوفوا بندر يتصوروا مع عزيز. الشباب كلهم هنا يسوون لكم فعاليات حركات حلوه. اوه اجيب محصريات. تعال 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 خلنا نسرب لكم. شوفوا 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 وش ذا الكشخه. فالكون ارهير اهلين. والله فخامه والله فخامه. هذه حقت ابو عمر كله بتلقونها هنا. فتعالوا حياكم الله ان شاء الله بتشوفون اصيل. هلا ومسهلا حي الله بندر. شو اخبارك؟ شف شف في العشرة مليون كنت ناوي اجيب لك شيء حلو، ولكن خاني الوقت. تعرف جامعة الشرقية، فقررت في 12 مليون لا اني اجيب لك شيء. بس ابيك ما تلتفت لي اقول لك ثلاث. اوكي وش تتوقع؟ يعني حط ببالك شيء. كرتون كبير يا ولد. يعني تتوقع شيء. توقع شيء. ها توقع شيء. ما ادري شيء تحبه مره اللي سمعته. اذا شيء احبه مره ناروتو او شيء كذا يعني. طيب واحد اثنين ثلاثة رح. والله انك انا ابغى اشتري ورب المصحف. والله انك انا ابغى اشتري. تستاهل والله تستاهل اقل ما يجيك يا حبيبي. والله اقل من حقك واجد يا حبيبي. انا ابغى اشتري وربي. ترى ما يدخل فارس هو اللي باحث، هو اللي دبرك. فارس هو المتابع المحنك اللي عرف ايش يبي. تستاهل يا حبيبي الله يسعد. تقدر تسميها زاوية أخرى هذه. كفو. هاي زاوية أخرى. مو زي حقتي. أوريك. مناسبة إنك فزت علي يا بزر. يا البزر. ها؟ نعم نعم أهلاً. قسم بالله ترى إخواني في الصالة مشغلينك. كفو فاز عليك لي. ماخذيني ملطشة. المشكلة أنا. فعشان كذا جايب لك هدية بس نحتاج سكين. اصبر. التفت. التفت. ما تعرفها. اللي تعرف ياباني، اللي تعرف ياباني بتعرفها. إلا. وشو؟ طوله 107 لا يقلها هم المبزره. من يبغى الهديه بداله؟ لا بزر لا لك واسع. طيب يلا خلينا. والله هديه لك والله. قلت لك عشانك بس علي. يا سلام. تفهم تفهم. اوه يخرب بيتك يخرب بيتك يلعن شكلك. انا ترى هديه ما تسبني ما تسبني. يا بعد قلبي يا بعد قلبي يا اخي قسم بالله انك كفو احسن واحد يعطي محتوى. تستاهل. بكم تقول لهم اشتراك؟ انا والله ما ادري ايش اقول لك. منتج واضح. يا استاذ عبد العزيز يا حبيبي الله يعطيك العافيه وكثر خيرك. شكرا شكرا لك. واللي ما يشتري لا 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 دقيقة دقيقة يا ماخي ما تسوي كذا. أتمنى تشتركون تسوون لايك
هلا مرحبا شباب، حياكم الله. طبعا ما يدري اوسمز ان هديه قايل لها الحين بصور مقطع تقييم مشروبات، نطلع نقهوي كذا بنفاجئ بالهديه. يا رب يطلع لانه طول مره. يلا يا ريان، اذا ذا عشان ذا ما ذا، فهمتوا؟ سوي اشتراك شباب، خلنا نوصل 2 مليون. احس طولت مره في المليون. وصلنا الهاف مليون مع الاسطوره اوسمز. يلا حيا. الله يحييك. احلى شيء انك جايبني بشيء احبه صدق. والله اموت في الايس. مره اموت في الايس. طيب طيب في شيء مره فوق سترونج، مره قوي صح؟ شكرا اوسمز حبيبي. وش تقول لهم؟ اقول لكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة. والله اشتراك اهم شيء ترى. اذا قاعد تشوف مقطع ما اشتركت يا ولد، هذا شيء. شيء ثاني، تعالوا سناب عزيزي يا ترى. اي والله تعالوا سناب صدق، والله تعالوا سناب صور سنابات ترى واجد، ويبغى يتوثق يا جماعه. هيا بيجي، هيا يجي شباب. والله ما جت توثيق يا ويلكم. ها طب اسالك سؤال شاطح، وش افضل لانك تابع هنتر اكس هنتر؟ أيه. وش افضل شخصيه عندك هنتر؟ امس خلصت هنتر ترى. ايه خلصت هنتر. ايه طبعا ثاني مره خلصت، قلت تابعتي قبل. من الاربعه اللي هم جون، كيلوا، ليوريو، وكروبيكا. الترتيب كالتالي: ليوريو الرابع، كروبيكا الثالث، جون الثاني، كيلوا الاول. حسبي الله ابليسك يا فارس. ليه؟ انت ترى او ماي جاد. يا ماما مش مسوي فارس. فارس حسبي الله عبيدك تقول لي هو احسن شخصيه عنده. منو؟ كرابيكا. او ماي جاد يا ساتر، اقسم بالله مو طبيعيه يا جماعه. تعسفت والله. لا والله اني سائل هذا خلاص. كرابيكا الاول الحين، هذه هديه لك بما انك من الناس القدامى في اليوتيوب ما شاء الله، ومن احد الناس اللي سبب في نجاحي. صدق استغليتك كثير وحلبتك كثير عندي في القناه عشان مشاهدات. هديه بسيطه مني ومن المتابعين ان شاء الله. الله يسعدك، تستاهلها والله تستاهل. طيب وش تو ماتش؟ والله تو ماتش يعني ايس تي وذا. ما ترى ايس تي كذبه بس عشان اطلعك من الموضوع. صادق والله. وصراحه ما ادري ايش اقول للامانه. والله صدق فخمه 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 بالله. يصورها زينتك والله، فخمه مره يا جماعه ما شاء الله. يعطيك الف عافيه ونشوفكم على خير جميعا. مالا طبعا طرباخ للاسف قال يدفع كذاب صح؟ لزم علي الله يعطيه العافيه صراحه. ما لزمت.